تزوج رجل من فتاه من عائله فقيره وقد رزق الزوجان بعد عام من زواجهما بمولود جميل وبعد اربع سنوات علمت الزوجه ان الفندق الذي يعمل فيه زوجها يقدم الخمور فحزنت كثيرا فقالت له بحزم اترك هذا العمل فانه لا يجوز قال الزوج ومن اين اطعمك انت وولدك واين العمل البديل فقالت له الزوجه والله عز وجل يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". فيجب عليك اولا ان تتقي الله ثم تحصل على مخرج لك من ازمتك بعون الله. ومع اصرار الزوجه ورفض زوجها لرايها، حملت الزوجه ولدها وغادرت وذهبت الى بيت ابيها الفقير. وبعد شهر، علمت الزوجه من اخيها ان زوجها وجد عملا جديدا في احد المطاعم بمحافظه مجاوره. وانه سوف ياتي اليها لتعود معه الى بيتها بعد اسبوعين، ففرحت كثيرا في اليوم التالي والزوجه في بيت ابيها، مرض الابن وارتفعت حرارته جدا، فكانت تصنع الكمادات لابنها وتدعو الله عز وجل كثيرا وبإخلاص شديد. وفي منتصف الليل طرق الباب، واذا بالباب طبيب، فادخله والدها، ففحص الولد وكتب له الدواء وطلب حسابه، وهم لا يدرون من استدعى الطبيب اصلا. فقال له والد الزوجه وهو في حزن شديد: والله ما املك شيئا. فغضب الطبيب وقال: اذا كيف تستدعونني في مثل هذا الوقت من الليل؟ فقالوا له: والله ما عندنا هاتف وما استدعيناك واستغربنا مجيئك. فقال لهم: اليست هذه شقه فلان؟ فقالوا له: انها الشقه التي في الاعلى. فعلم الطبيب ان الله عز وجل ارسله الى هؤلاء الفقراء ليكون باذنه سببا لشفاء ابنهم. وبعد اسبوعين عاد الزوج من سفره وذهب الى زوجته فرحه واخبرها انه شعر بطمانينه لم يشعر بها من قبل بعد ان وفقه الله للرزق الحلال وزاد قدر زوجته التقيه عنده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا